Friday evening, the 14th October 1966, in the Ermelo Mosque, Sheikh Abdul Basit recited a portion of the Surah, Mu'minun, chapter 23 of the Glorious Quran, followed by the Surah, Buruj, chapter 85, Surah, Nasr, chapter 110, and finally, Surah Al-Fatiha, chapter 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك
الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.
من
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز بسم الله الرحمن الرحيم
صدق الله.